عاد تخوفه من جديد من خطورة قذف في أي مفاعل نووي في الحرب الروسية الأوكرانية بعد قصف محطة نووية وهي الأكبر. في هذا الشأن قال أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أن أي هجوم على محطة للطاقة النووية يعد عملا انتحاريا. وأشار السكرتير العام أيضاً للأمم المتحدة إلى أن خطر المواجهة النووية عاد بعد عقود، داعياً الدول النووية إلى الالتزام بعدم البدء باستخدام الأسلحة. وفق الأمم المتحدة تلقي موسكو وكييف باللوم على بعضهم البعض في الهجوم الأخير في هذه المحطة، كما ذكرنا أكبر موقع للطاقة النووية في أوروبا والذي كان تحت السيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للحرب. على الجانب الآخر، أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن استهداف التشكيلات المسلحة الأوكرانية لهذه المحطة النووية يهدد الأمن النووي لأوروبا بالكامل وليس لأوكرانيا فقط. وقالت السفارة أننا لفتنا الانتباه إلى حملة التضليل الإعلامي في وسائل الإعلام الغربية رامية لتحميل موسكو المسؤولية بشأن الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيا. أن هذا ليس الاستفزاز الأول من قبل كييف في المنشآت التي قد ينجم عنها خطر إشعاعي، مؤكدة أن قصف هذه المحطة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية متعمد وبهدف تشويه سمعة روسيا، فيما تستهتر السلطات الأوكرانية حيال هذا الأمر. كما أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام الدفاع الجوي الروسي استدمر هدفا عسكريا أوكرانيا كبيرا. وفي هذا الشأن نشرت وزارة الدفاع آلية عمل نظام الدفاع الجوي الروسي في استهدافه وتدمير الطائرات دون طيار الأوكرانية. أشارت أيضا إلى أنه بهذه المنظومة الروسية يجري إسقاط كل من المسيرات والطائرات دون طيار الأخرى المصنعة من قبل دول أخرى. ودعا المتحدث الصحفي الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الدول الغربية للتأثير على السلطات الأوكرانية لوقف قصف هذه المحطة النووية. قال بيسكوف للصحفيين: نأمل أن تستخدم تلك الدول وتستخدم تأثيرها المطلق، والتي لها تأثير بالتأكيد مطلق كبير على القيادة الأوكرانية، هذا التأثير لمنع استمرار مثل هذه الهجمات. أضاف أيضا تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي بأن إجراء استفتاءات في المناطق الجنوبية لبلاده سيغلق أي فرصة لروسيا للتفاوض مع أوكرانيا والعالم الحر. ذكر أن سكان هذه المناطق لديهم هذه الخطط، ومن الضروري أن نفهم من يخاطب زيلانسكي في هذا التصريح. وتابع متسائلا: هل زيلانسكي يخاطب مواطني أوكرانيا في المناطق المذكورة أو مواطني روسيا؟ إذا كان يخاطب المواطنين الروس ففي هذه الحالة هو يطلب العنوان الخاطئ. قالت الوكالة البولندية أيضا إن الطاقة الذرية بأنه لا يوجد خطر إشعاعي يهدد بولندا بسبب الهجوم الروسي الذي استهدف مناطق بالقرب من محطة الطاقة النووية في أوكرانيا. ونقلت صحيفة The First News البولندية عن بيان للوكالة أنها قامت بتحليل بيانات نظام مراقبة الإشعاع الوطني ولم تلاحظ أي مؤشرات مقلقة على معدات القياس. وكتبت الوكالة: في الوقت الحالي لا يوجد خطر على صحة الإنسان أو الحياة أو البيئة في جمهورية بولندا. في كل الأحوال، جدير بالذكر أن نذكر أنه القوات الروسية قصفت يوم الجمعة الماضي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وبحسب أوكرانيا فقد ألحق القصف أضرارا بمحطة النيتروجين والأكسجين، مما زاد احتمال حدوث تسرب للهيدروجين وانطلاق مواد مشعة في الغلاف الجوي. المزيد طبعا مع حضرتكم في المزيد من التغطيات. أمل أن نترككم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.